بيضعفوا من شخصيه المدير الفني اللي موجود. يعني على سبيل المثال خورخي سان باوليو، الكلام الكتير اللي كان موجود حوالين انه بياخد راي ميسي في التشكيل وفي اللعيبه، وديبالا واحد زي ديبالا مش بيشركه علشان بيلعب مكان ميسي، فبالتالي ميسي قال ان هو مش هيلعب على الاطراف، هيلعب تحت راس الحربه، وده المركز اللي بيلعب فيه ديبالا. هل حضرتك شايف النجم بيأثر على شخصيه المدير الفني؟ بص، مش عايز اقول لك ان هو بيأثر على شخصيه المدير الفني. زيدان كان موجود مع ريال مدريد ورونالدو موجود، ما سمعناش مشكله كبيره، ما سمعناش مشكله حصلت عشان زيدان نجم. كان زيدان نجم ماشي خلاص، يبقى دي دعوه لكل الانديه ان يبقى اللي ماسكين او القائمين على الاداره الفنيه للانديه يكون نجوم. انا يعني لما تيجي تكلمنا شخصيا مثلا وتقول لي ميسي في الارجنتين يبقى لازم مدير فني ياخد رايه، اه طبعا لازم ياخد رايه، ما خدش راي ميسي ياخد راي مين. طب هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن. طب دلوقتي انت حضرتك لما يكون مدير فني وعندك اكتر من لاعب مميز، هل حضرتك كمدير فني تبدا ان انت تطور خطه لعبك ان هي تخدم المنتخب وان اكتر من لاعب يشارك، ولا ان انت هيبقى عندك مشكله ان اثنين في نفس المركز واثنين نجوم يشاركوا في مكان واحد، فبالتالي ادفع بواحد بس فاضعف من المنتخب اللي انا بلعب بيه فاخرج من البطوله؟ واحد زي ديبالا ده يا كابتن ازاي ما يلعبش وازاي ما يشاركش مع منتخب الارجنتين؟ ده خطا مدير فني مثلا، وده اللي بتكلم فيه. ده خطا هو مدير فني. حصل تصريح بس مين قال ان ميسي مش عايز ديابالا في الملعب؟